بس شكرا للفريقين. انت كان ودك امس سؤال كذا عابر وما له دخل، اذا ما تبغى تجاوب لا تجاوب، انت كان ودك يفوز الشباب ولا الاهلي؟ لا لا جاوب، عارف سؤالك، عارف سؤالك. انا امس قلبي اهلاوي، ابغى الاهلي يفوز لانه الليث حاشر النمر شويه، فانا اتمنى انه الليث الشباب يغيب يوما. ما غايب، قاعد هالموسم متكي الشباب. والشيء الثاني حكاية انك تشجع الجار وتقعد معاه في تفاصيل المباراة في حالة انفصام شوية. اول مرة احتفل بسبع اهداف هنا، اوكي حلو، وهنا كثر خيرك. مباراة ممتعة صحيح. والاهلي فعلا يعني قالوها زمان الاتحاديين والاهلاويين زمان، كل واحد يعني يحتاج الى غريمه التقليدي ليتقدم الى الامام. هبوط او سقوط اي واحد من الرموز الكرة في الغربية صحيح. يعد ضرر كبير للآخر، لذلك عودة الأهلي هي محفز وقوي لاستمرار الاتحاد والعكس صحيح. شو يقول هذاك؟ يقول كمان مرة يا رئيس عطنا بالله الهدف مرة ثانية، بالله عطنا هدف، هدف غريب. اي بالله. ثم إيجالو خسر الكرة، إيجالو راحت الكرة إلى غريب، غريب وانطلاقة للنادي الأهلي، غريب بتمريرة ملعوبة باتجاه مجرشي، مجرشي إلى غريب، جول للأهلي، قوية من غريب، وثلاثية للأهلي، الأهلي يقلب الطاولة في مباراة تثير الجنون. الأهلي يتمكن من قلب الطاولة عبر غريب نجم شوط المباراة الأول يتألق.